الاخبار. حنهي الموضوع. نصيحة اشتريحه. يا شباب انا هنا. جميل 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 جميل. ما راح تستريحون هنا يا اخوان؟ لا استريحوا استريحوا. استريح استريح لو سمحتوا. برد 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 حيلان 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 حيلان. العموم 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 حيلان حيلان. استريحوا يا اخوان ثواني بس. اسلم تكبير. الحقيقة يا اخوان انا اتكلم جدية الان. كل العلاقة اللي كانت تجمعني اتكلم لو سمحتوا، العلاقة اللي كانت تجمعني فيكم في الايام اللي طافت ايوه مع وقت في التنفيذ الان ايوه اسبوع كامل ما بيننا الا الاحترام والتقدير. انا اتكلم حقيقة بجد ايوه ما اتكلم الا ايوه بشكل رسمي. انا واعد الكبير ايوه والله اقسم والله العظيم. لا لا خلاص خلاص. انا واعد الكبير فهد بن فارع انه ما يتدخل بشيء، انا انهي لك كل الامور. انتم ما تكلفون الشخص انه او ثلاث اشخاص يديرون شؤونكم هنا. جميل؟ جميل. ما ودي اطول الموضوع. تبغى المهم؟ العلاقه مع وقف التنفيذ. ركاب السفينه الضاله. خطاب هذا الاول لكم، حرجع لكم. الرجال ذا ما حط راسي وعي، حط راسي. فيصل العرجاني نتقابل في ثلاث اماكن فقط، المسجد وطاوله الطعام والفقرات. جميل. الغاها طيب الغاها. علي الجعيدي يختبر ثقلك في هذا الاسبوع، اي حركات خارج عن اللي في واحدة ما عليه. هذا من الاخوان اللي روض في اي عماده روض 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 اطفال مسلط الله يرحم والده. اسمع القرار اللي حيجيك والله نكبك نكبه. يلا اسلم. الصوت عندي. انت يا حبيبي حختبر ثقلك الاسبوع هذا انت ومسفر برميزه. اي المس ألمس بصوت أو خصم ألمس. كلم جد والله. أي ولا أمس بصوت خصم يعني عطاء ولا أمس. أحمد عوض عثمان الجنيبي أي ظرافة في غير محلها خصم. عبد الله والله جد أتكلم يا إخوان. أنا نقطة التحول في القرية هذه ستكون على يدي بإذن الله تعالى. الله يرحمه. عبد الله الرزقي مركب واحد لك رقصة في اليوم. لعبة لعبة لعبة. أتكلم أنا أتكلم. ما حد يعدل علي. ما حد يعدل علي. لا سمح لا سمح لا سمح. أضرب لك خاص خاص هذه مرة. أنا خلني أكمل الخطاب. لك رقصة في اليوم. لعبة. ومالك دخل يا ابو مالك دخل يا مالك دخل تكفى مالك دخل صدق والله لو اوريك فيه اي تكفى. انت لك رقصه في اليوم ولك طيحك اليومين مضبوط. طيب احمد عوض خلصنا. محمد العبيد عبد الله الكيرعاني بلمس لا اتكلم ممكن يا اخوان اتكلم ممكن. عبد الله الكيرعاني غير مصرح بالجلوس جنب اي ضيف في اي فقره. هذه نقطه رقم واحد. لك قزوعي واحد في كل خمس ايام. ها؟ يعني لما يبدا العمده الثاني اللي بعدنا وقف فوق قزوعي نص. كمل في المرحله اللي بعدها زين؟ زين؟ جميل؟ باذن الله. حقته اللي كنت تقولها على الاول عند ناصر شنو هي الشيله حقته؟ على الله توكلنا. صدقني برايب اذا قلتها مره ثانيه. كحيلان صلوا على النبي. كحيلان اذان صلاه العصر بكره وبعده عندك؟ الاذان والصلاه. وانت كفو وانت بطل ولا كلمه. مسلط الجبلي لك في اليوم اتكلم ممكن ممكن اتكلم ممكن اتكلم الله يحييك عبد الله ممكن اتكلم. مسلط الجبلي لك شيله في اليوم حلو وتلبس غطرتك نص ساعه فقط في فقره تختار لك فقره من الاربع فقرات تلبس شماغك نص ساعه والله يا سدد. اكمل كلامي يا اخوان. احنا شو اسمك انت؟ عثمان الجنيبي. لا لا عثمان خلصنا من عثمان. اي ظرافه في غير محلها وصدقني في طابق. عبد الرحمن غالب الزنبيل حقك قبل تتجرد طلعه برا تاخذ مني اذن. حلو هذا رقم واحد. لا تسوي مجنون. اكمل يا اخوان الخطاب بس عشان اخلص. بكره يا عبد الرحمن غالب القى شعرك في غير هذا الوضع. مشاري عمر وهذا اعلان وتحذير وتهديد. شاري عمر اشوف سطل زيت زيتون. اسمعني سطل زيت زيتون في غير النكره وغير الهنجر هذا ولا حقه الشياب. صدقني خروجك وصولك للبيت على حساب راعي رسمي. راعي رسمي رجاء يا اخوان. الغايبين العطر من هم؟ الغايبين الشباب. سعد الغرمول ما ترجع لانت معطيني خبر. من في ثاني؟
مشفر برميثا مشفر برميثا قلت ما يرقص الا يعطي ايش اسمه ما يسوي ما يسوي ضرب ما سالتك هذه امور ما تراجعني فيها راح تختبر ثقله عبد الله فريدي في حاله صحيه الله يقومه بالسلامه فمسموح لانه يكون سامج طوال الاسبوع عارفين يا غرفه السفينه سيف المطيري وصلوا الكلام هذا لسيف المطيري اي ظرافه غير موفقه صدقني يكرع المكسرات حقتي كلها اللي في الكراتين ياكلها بعدين يروح البيت زين يا اخوان انا احترم رجاء خاص العلاقه رسميه تفضل تفضل اورنس 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 عبد العزيز اورنس والله ان الشرها عليه يعني اورنس وين يلا اسمحوا لي خالف القانون خلوه على كيف اللي باقي اصبر من خلوه على كيف وقف غرمور غرمور علي الجعيدي فهد خلني اتذكر علي الجعيدي دحدوح الاربعاء ما يموت ما بالاربعاء بكره ما يموت نسوي عليه مسابقه هنا والله نسوي عليه مسابقه اول شيء انا عندي زعفران ما عندي اشغال هذه اللي تقول لك مكسرات انت ليش غايب عن البث هذا انا والله تعبانه برد تعبانه برقد تعبان الله يشفيك ان شاء الله يا عبد الله الفريدي بشر عمرك بخصم 50 ابو سحاب ابو سحاب بشر عمرك فهد يا ابو سحاب فهد فارع العظيم فهد فارع الكبير الذي لا يتحدث ابو سحاب فهد فارع يا اخوان يا اخوان فهد فارع الفرصه الوحيده التي تتحدثون فيها مع فهد فارع في الفقرات الرسميه فقط ما تكابر يا ابو سحاب ها عبد الله الفريدي مسموح له عندي اصابه يا ابو سحاب كحلان كحلان ما حد انا اخوان تقابلوني في ثلاث محطات مثل ما قلت لكم المسجد ايوه الوجبات الاكل الفقرات الرسميه في غرفه النوم واحد يتكلم معي انهي مستقبل انتهى النقاش انتهى النقاش انتهى النقاش ابو سحيقة ها حبيبي برزيقة هذا الكبير وصل لحظه صمت وقف طلع برا طلع برا والله ما اترك السفينه طلع برا احسن احسن السفينه ايش وضعها اكفيت وضعت كل واحد في محله الصحيح اعطيك نبى صفقه نبى صفقه للكبير السفينه تمشون على الكبير محمد عبيان يا شباب صفقه سلام شكرا شكرا محمد عبيان دقيقه ابو على ويش تكفى دقيقه والله يستاهل صفقه والله ما قصر ومساعدينا اعطيك قراراتي والله محمد عبيان يستاهل صفقه ومستعدين ومش مساعدين هذا يا اخوان الخطابات الفرديه اسمعوا الخطابات العامه اسمعوا الخطابات العامه اي واحد يتعب مرحبا زايد فهد ممكن تيجي جنبي الله يحفظك انا مكفيك ما يهرجون معك الا في الفقرات الرسميه زين تفضل يعني الكبريه الاوليه بيتفاهم بينهم لو سمحت سرعه يا بحيان سرعه ترى انت اسمك مساند ما عليه ما عليه سرعه الكبير الكبير لو سمحت لو سمحت لو سمحت الكبريه بينهم الكبريه بينهم يلا يلا الكبريه بينهم اسلم من هذا المنبر من هذا المنبر تعال شوي يا زايد بس اصغوا علي يا شباب المساندين الاولين وين؟ عبد الله الرزقي وعلي الجعيدي من هذا المنبر أبارك لكم أبارك لكم يا أصدقائنا حصولك على كبير القرية والمساند والمساند الله يطول أعمارهم فمن هذا المنبر حاب أقول لك حاب أقول لك والمساندين اللي معي هيا بنا إلى غرفة النوم لنأتي بهم نأتي إليهم غدا بالسترة بالزي الرسمي يلا 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 الله وجهكم لو سمحت يلا يلا دقيقه شباب خلينا نكمل خطابي دقيقه يا شباب اكفيك انا اكمل خطابي اكمل خطابي بس مساعدين المساعدين اكمل الخطاب فقط انا اعطيت اوامر فرديه نعم نيابه عنك ناقشتك فيها وراح تشاورنك فيها ولا في رحمه والله يا فيصل العجاز لو توصل بس انني لا اعلم هل هل تاتيك مقاسك لا بس الكبير سرعه تغير شحيف راح اغير عندك لا يسوون عليك خطاب عام يا اخوان مسلطه جبلي مسلطه جبلي الشيله اللي كنا منعتقاها مسلطه جبلي انت تدشن اعمال فقط خلاص يا شباب الاداره تدشن عمل فقط يا سيف حبيبي ها الكباريه بابا الكباريه بابا بابا طيب ابشر ابشر انا بعلمكم يا شباب انتم مالكم مني الا تصحي للصلاه مالكم مني الا تصحي للصلاه واللي يوسخ محله ينظف كفو محله معي رجاء والصلاة يا طوال العمر صلاة المغرب 15 دقيقة الوقت
غير ان الصلوات 20 دقيقة بعدها ما لكم شيء خلاص صح ولا لي ولا ادور عندكم مثقال ذرة صح اسلم اللي ما يصلي فلك يا 15 جلدة لا لا هذه نتناقش فيها نتناقش خليني اعطيك القرار العام خليني نتناقش فيها القرار العام القرار العام القرار العام سولف ذا يا الربع يا الربع القرار العام يا فهد فارغ انا ما تصلح حتى تعريف فصل تعجبني قرار عام قرار عام قرار عام قرار عام اسلم قرار تعجبني قرار عام ما ما تسلمون على واحد الا بعد ما يجي بعد 5 ايام صح يروح على احد يجيني الثلث العصر تحبحبونه من نيات تاكلون خدوده ما في ما في ما في وضامضه مزايده ما في مضبوط مضبوط واحد يفوز بعمده يجيه 200 نقطه عند وليد الزهراني يجيه 50 نقطه من الشيوخ ما تبرتون كلام سليم عبد الله الكيراني من هذا المنبر وتحت قبعه كل قبعه وين عبد الله الكيراني تسلم علي خاصة ما تطلع برايم تطلع من الباب ملفه برا احنا قبيلتنا قبيلتك فاهم ريحني الله يريحك سمعت مني عبد الله الكيراني لك حبه لا تدلعوا انت عزيز وغالي اصبر ابو المعلمه عزيزكم عندك هيا في امان الله يلا شكرا يا شباب شكرا قرار الشخص شكرا والله طلع ما هو بكبير زايد ما يتكلم الدكتور شكرا زايد هو اللي حاسب على القرارات اللي نزلتها فهد بس والله 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 وتالله كلام كلام لا يا ابو كلام لا اني لا انفذ شيء اسمع زايد حتى حيرضي ناس حيزعل ناس انا ما لك كلام بس عنده واي احد يطرد الكاميرا